صالح النهام. مساك الله بالخير اخوي صالح. مساكم الله بالخير وطول بعمرك. جزاكم الله خير على يعني ما تقدمونه، وانا شاكر لكم على يعني برامجكم، وايضا لحضرتك على ما يعني تقدمونه للاخرين. مشكور اخوي صالح، وتعرف معزتك وغلاتك عندنا. اخوي صالح، شو الاشاعات اللي طلعت عليك يومين ودواعش والعراق نعم شو الاشاعات اللي طلعت عليك اخوي صالح؟ نعم، هو طبعا في البدايه كان في اول ابريل 1/4 طلعت اشاعات ان مثلا لبعض للاسف يسمونه كذبه ابريل. إيه؟ فقاموا طلعوا ان العم صالح العجيري انه توفى، والناس وكثير منهم بدأوا ينشرون يعني رجل اللي أعطى أكثر من 70 سنة لخدمة وطنه وخدمة الكويت. صحيح. والناس كأنها مستعجلة على موته وعلى وفاته، طلعوا إشاعة وقام ينشرونها بشكل مو طبيعي. طلعوا علي إشاعة بعض المواقع قالوا إنه والله عليك حبس 7 سنوات وطالع بجواز مزور إلى غير ذلك، ومشت الناس ما يدون. فبعد كم يوم بدأوا بعض الناس للأسف خذوا صور وحطوها على الخبر اللي هي أعتقد هي أخبار يعني غير صحيحة، وحطوا عليه خبر اللي هو إن في داعية ومفسر أحلام كويتي. طبعا هذا خبر غير صحيح. نعم. لكن يوم حطوا للأسف حطوا صوري ها، وعلى أساس إن أنا المقصود. طبعا الخبر أساسا لا في مصدر لا في جهة لا في يعني ما في. فبدأ يطلع، أنا ما يعني أشرح على الناس يعني حضرتك أستاذ محمد، ما اشرح على الناس اللي يطلعون عليك اشاعات، نسال الله لهم الهدايه. نعم. لكن اشرح على بعض اخواننا اللي يطلعون ينشرون مثل هذه الاشاعات واحنا صح. عيال البلد. يعني اذا انتم يعني تنشر شيء على الاخرين وانت نعم. ما تسمح تنشر شيء على نفسك. نعم. اذا كان واحد من اهلك هل تنشر عليه والله فلان كذا وكذا؟ وللاسف اذا كان المصدر المشبوه او اللي طلع هذا ما 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 اكد الخبر، هم الناس ياكدونه مع أنه يقولوا رجال نفى وطلعنا مقطع نفينا، وطلعنا أمس تلفزيون الكويت واليوم تلفزيون الشاهد يعني بارك الله فيكم. فإذا تقول له يا أخي أنا لا لمسجون ولا شيء، شلون سجلون 7 سنوات بدون محاكمات بدون جلسات بدون أي شيء؟ ومن قالك إن أنا؟ قال لا، يقولون إن أنت، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية رجل ها زعم. نعم. بئس مطية، بئس يعني أسوأ مطية رجل، أي مرجع رجل زعموا، زعموا يعني يقولون. فهذا من أسوأ الشيء. إحنا لما نقول والله فلان طلع، وهذا مو أول مرة، يعني دائما طلعون إشاعات. مرة قالوا قضبوا الدورية قبل كم سنة وفي نقطة تفتيش ونتفوا اللحية ما يستحلقوا لحيته عني أنا. ومرة قال هذا كان ساحر وساعر عن خرابيط. ومرة قالوا إنه شو اسمه يعني كلام فاضي، انا يعني اسمع وما نشتكي الحقيقه ولا نتكلم، وكلام غير صحيح يقولون عنا هالحكي. ومع ذلك احنا نقول خلاص يعني، بس ان توصل زعزعه امن البلد وتطلعون اشاعات، وانا كان رجال بين اهلي وطلع لهم مقطع بعض الناس يصر على ان انت يعني للاسف انه مقبوض عليك. يا جماعه انتم يعني لا تساهمون في نشر الاشاعه. انا الحقيقه اضطريت اني الجا الى الجهات المختصه، الى الجرائم الالكترونيه، وسجلنا يعني شكوى، وهم الان يعني يتابعون هذه المواقع، المواقع سواء كانت في التويتر ولا فيسبوك ولا واتساب، واللي ينشرون هم راح يتابعون يعني وزاره الداخليه والجرائم الالكترونيه يتابعون هذه المواقع اللي قاعد تساهم في زعزعة الوطن. إذا كنت أنا رجل وطني وأشتغل حق الوطن وكل حياتي وإنسان معروف، إذن هم اختاروا رجل الغلط اللي حطوه على أساس أنه يحطون على إشاعة. فطيب إذا بلدنا إحنا نتشرب الإشاعة بهذه السهولة، إيش بقى من أمن الوطن؟ نعم نعم. فتستغرب أنه شلون ينشرون الإشاعة، الناس تتناقلها ويقولون ولا ويأكدونها. لذلك أنا إحنا لجأنا بعد الله سبحانه وتعالى للجهات المختصة على اساس انه يوقفون مثل هذه الاشاعات. مو انا قصدي يعني انا انسان بشر، لكن حتى الناس اللي بعدي. صحيح. حتى ذوات الناس، اعراض الناس. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. احنا نبأنا يقولوا بعضهم، ما اقول كله، قليل منهم يقول لا ياكدون. فالله يقول فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلذلك انا اقول اخواننا يا جماعه
لا تنشروا الإشاعة، لأنكم راح تساعدون اللي نشرها واللي طلعها. فلذلك هذه إشاعة مغرضة وليس لها أساس من الحق، ولا أساس. أنا أعتقد هي كنوع من كذبات بريل للأسف، ويطلعون حكي عن الناس وأنت تروح تنشر، ما يجوز يا أخوة. وللأسف أن تجد ناس يعني مثقفة الحين إشاعة، وين الجلسات؟ وين بعدين واحد معروف ومشهور يطلع جواز مزور شلون يعني؟ فلذلك أنا أقول لكم خلي كل إنسان عقلاني يا أستاذ محمد، ويفهم ويعلم أن هذا وطن، ولازم إحنا نتحب الإشاعة، ما نساهم في نشرها. وأنا أدري أن في ناس كثير جزاهم الله خير، وأنا أحب عبر يعني طلتك الله يسلمك ونافذتكم أشكر كل من وقف وأيد وساند، وأقول أسأل الله يهدي اللي نشر واللي قاعد يقول لا أكيد أكيد. وأنا قاعد الحين أكلمكم وين مسجون أكبر من هالإشاعات يا محمد، وعسى الله يفرج عليك ووضحت الصورة لأهل الكويت، وعسى الله يحفظك إن شاء الله. إحنا نتمنى إن شاء الله نقول إحنا أنا ولدكم، يعني إذا تول عيالكم تقولهم كذي عيش بقى حق الغريب. الله يعين دي باكوا عتماتكم. أنا بقول كلمة أخيرة تسمح لي. تفضل محمد تفضل. أقول للناس طلعوا أحسن ما فيكم، أحسن ما عندكم في قلوبكم، طلعوا المحبة الألفة حسن الظن. نعم. الكلام الطيب. نعم. ولا تطلع أسوأ ما فيك، سوء الظن. صحيح. الكره العداوة، لا تطلع بمظهر سيء، اطلع بمظهر حلو، طلع اللي بقلبك الزين وادفن الشين، وتعوذ بالله من الشيطان ولا تنشر. وإذا شفت واحد نشر قول له عيب، ما يجوز هذا أعراض الناس. يعني اللي ينشر هذا مشارك للكذاب اللي طلع الإشاعة. والحين نعم. الموضوع مو عندي، الحين الموضوع عند الجهات المختصة، راح يتابعون هذه المواقع. وجزاكم الله خير على تحت الفرصة. مشكور يا محمد، مشكور على مداخلتك، وما تشوف شر إن شاء الله. شكرا لك شيخ صالح النهام، شكرا لك. أنا بروح على التقرير الأخير والباجل.